ولكن المعلومة الوحيدة خالد هو أنه انتصر في اللقاء الأول وتحصل على 3 نقاط، ونعرف أنه في هذه التصفيات اللي هي في شكل بطولة وتشارك فيها 10 منتخبات صحيح. كاملة، الأربع منتخبات التي ستتحصل على المراتب الأربع الأولى تترشح مباشرة لنهائيات كأس العالم 2002. وهذا هجوم سريع لصالح المنتخب البرازيلي، فرصة للمنتخب البرازيلي وتأتي بركنية أخرى. يعني البداية القوية للبرازيل، أنا نتنبأ باش تكون مقابلة شيقة وحيوية خاصة من البرازيل، وتكون في 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 حجم القيمة الفنية للفريق البرازيل هذا العملاق الكروي في العالم. ومن ضمن أن اللاعبين اليوم يفكروا وقلوبهم الكل في رونالدو، وأظن أن يحبوا يهديوا الفوز خاصة لرونالدو. والركنية تتواصل لصالح المنتخب البرازيلي لكنها سهلة بالنسبة لخوزيه سيفاليوس حارس المنتخب الإكوادور. إذا رونالدو المتغيب الحاضر في هذا اللقاء باللافتات بالجماهير بزملائه فوق الميدان اللي أكيد أنهم يفكروا فيه، خصوصا كافو اللي كان أصيب في مباراة روما ولم يشارك في الجولة الافتتاحية لهذه التصفيات، ويقوم بهذه المراوغة ويمررها لمن؟ لفامبيتا اللي كان شارك في اللقاء الأول وكان مردوده طيب، لكن مردود العام للمنتخب البرازيلي اللي يكون ممتاز زي روبرتو وكارلوس روبرتو كارلوس زي روبرتو زي روبرتو يحاول المرور من اللاعبان ويحضر فكرة طيبة فكرة طيبة، لكن إديلسون الكرة نتاعو لم بل أموروزو رقم 7 تمريرته لم تمر. أموروزو لليوم نجدوه مكان ياردال اللي كان شارك في اللقاء الأول وتغيب وهو غير موجود حتى ضمن الأحداثين بالنسبة للمنتخب البرازيلي. الهجوم دائما لصالح المنتخب البرازيلي، وريفالدو العائد بقوة إلى زميله في المنتخب البرازيلي ومنافسه في البطولة الإسبانية، وتبقى بيناتهم العملية ريفالدو وكارلوس روبرتو كارلوس. الهرنان هو اللي نجدوه في دفاع الجهة اليمنى، هذا هو هرنان في الجهة اليمنى للدفاع المنتخب الإكوادور. هاي البروبلما سيكسترا فوتبول بين رونالدينيو وفاندرلي لوكسمبورغو. طبعا كرة وفرصة أولى لصالح المنتخب، هل هي مخالفة أم لا؟ الحكم الكولومبي يأمر بمواصلة اللعب، هنالك اصطدام يعني بين المهاجم الإكوادور وهو اللاعب Alex Dario abriendo la pelota para Jardel. Jardel con Vampeta. Vampeta con ese toque haciendo jugar Roberto, a Roberto Carlos. Roberto Carlos y la Di Roberto. Toma. San Roberto. Sao, abriendo nuevamente para la llegada de Jardel. César Sampao. ومحاولة المرور من الجهة اليمنى على طريق كافو. كافو يوزع لكن تغطية دفاعية طيبة من المدافع الأيسر الإكوادوري، وحذاري من هذا المنتخب الإكوادوري وكأني به أوغستان في الهجمات المعاكسة، وكأني به كابتن خالد، يعني خروجه خطير بالكرة. صحيح أن الدقائق الأولى أعطتنا فكرة على مدى خطورة هذا الفريق الذي يحذق الهجمات المعاكسة والسريعة. مخالفة ملائمة لمن؟ لريفالدو أو لكارلوس ألبرتو، يعني احدهما يعني روبرتو كارلوس بالرجل اليسرى او ريفالدو باليمنى او باليسرى. يعني احنا بالنسبه لريفالدو حكايتنا كبيره مع خالص، انا شاهدناه مع فريقه برشلونه في ضربه جزاء خياليه اقولها، ضربه جزاء اولى كانت باش ترشح منتخب الفريق نتاعو برشا، نشاهدوه
حاول يحط الكرة في المكان الملائم لكن التغطية كانت موجودة. قلت أنه ريفالدو في ضربة الجزاء الأولى اللي كانت باش ترشح النادي أمام من أمام تشيلسي بعد هزيمة كبيرة في مباراة الذهاب، لكن في مباراة الإياب يتمكن فريق برشلونة إلى العودة ويضيع ضربة جزاء كانت تتمكن باش ترشحه مبكرا، ثم في الوقت الإضافي تأتي ضربة جزاء أخرى لبرشلونة ومن يتقدم لتنفيذها ريفالدو. نفس اللاعب ريفالدو، لماذا؟ شخصية كبيرة، هذا إذا قوة كبيرة، هذا يدل على قيمة هذا اللاعب معنويا ونفسانيا وقيمة الثقة وثقة في النفس والثقة في الذات، وهذه هم صفات اللاعبين اللي عنده مستوى عالمي ومستوى استثنائي وخارق العادة، يعني حتى شيء يأثر عليهم ولو أنا في الضرب الجزائي. أمروزو في هذا الانطلاق لهذا الهجوم لصالح المنتخب البرازيلي، والتمريرة ممتازة، تمريرة ممتازة. وعودة إلى روبرتو كارلوس، تحضير إلى فامبيتا وإلى اليمين. والتحضير كافو يطلب في أنه زميله يقترب له حتى يأخذ الكرة هذه، أنه اللاعب اللي يلعب بدون كرة يساعد زميله اللي يكون بحوزته بالكرة ولا يجد المساندة اللازمة. وضغط واضح ومستمر لصالح المنتخب البرازيلي. ريفالدو أبو روزو، ريفالدو مجددا إلى الجهة اليسرى، وإلى لك مشكل نعود إلى الجهة اليمنى، هنا لك كفو من الجهة الأخرى بناء الهجمات إلى فامبيتا لليمين، هنا بناء الهجمات إلى كفو 50% على اليسار و 50% على اليمين. زي روبرتو حاليا، ثم إلى سامباو حاليا، تحذير لأنه المنتخب الإكوادور كله في الدفاع بس. وهذا تسلل، يعني كله مؤخر رفض اللعب. أن الإحصائيات تقول زاد أن البرازيل تلقى صعوبة وصعوبة كبيرة أمام الفرق التي معناها تلعب دفاعيا، تلقى صعوبة وصعوبة كبيرة، ولكن ما إذا تزيد تضغط أكثر ونظن البرازيل مش تقعد ضاغطة على حامل كرة المنافس حتى تلقى الثغرة وتخلق معناها أخطاء في الدفاع المنافس. شفت رينالدينو على البنك، يعني أسماء كبيرة في المنتخب البرازيلي، يعني اللي جالس على البنك ربما قيمة فريق سيريدا هي 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 قيمة بنك البدلاء. ونتمنى أن المنتخب البرازيلي اليوم يورينا هذا المستوى الكبير حتى تعود إن شاء الله، يعني في المباراة الأولى نقولها صراحة يعني مستوى لا يليق، مستوى يعني فجأة ما يليقش بالبرازيل. كافو إلى فامبيتا، أن المساحات ضيقة وضيقة جدا، وترجع الكرة للخلف وهنالك مخالفة والحكم يترك وحذاري من الهجومات المعاكسة. طبعا هجوم آخر، ثلاثة ضد ثلاثة مهاجمين ضد مدافع، وفرصة وهدف يا الله وهدف يا الله هدف. يعني قلنا الهجوم المعاكس يحزن، قلنا الهجوم المعاكس. ومن يا أستاذ خالد، يا كابتن خالد، أليكس داريو رقم 10 كيف رفع الكرة بديدة وقائد فريق بطريقة ممتازة جدا، يعني شوف من زاوية أخرى كان متقدم الحارس، وطبعا أنه يتقدم في حالة مثل هذه قائد المنتخب. إذن الإكوادور يفتتح النتيجة سيريدا، وهذه المهارة، شو المهارة؟ في خلاصة أن المهارة هي تنفيذ الحركة التي تفرضها حالة اللعب، فهو نفذ الحركة الفنية التي تفرضها حالة اللعب. واسمه كاملا لأن الأسماء كبيرة وطويلة، أليكس داريو أغليناغا غافون. فإحنا نكتفي أن نقول بالنسبة لسد النظرة أليكس داريو يفتتح النتيجة إذن لصالح المنتخب الإكوادور، وتصعب المهمة للمنتخب البرازيلي أمام جماهيره ولكن قوة البرازيل أنه في مباريات مثل هذه مطالب بالانتصار. تعادل في المباراة الأولى خارج ميدانه، واليوم منهزم في بداية اللقاء تقريبا 10 دقائق منذ البداية، يعني مهمة صعبة وسهلة في نفس الوقت. صعبة لما وسهلة، الهدف الحذاري من الهجمات المعاكسة قلناها من الدقائق الأولى، يحذق الهجمات المعاكسة بسرعة ودقة غريبة، أنه نفس اللاعب اللي هو أليكس
أليكس داريو. وظن إذا ما مش حل هجومي جماعي يجي الحل يحتمل في الكرات الاستراتيجية أو الكرات الثابتة. الكرات الثابتة أو الفنيات الفردية لأي لاعب من المنتخب البرازيلي. شوف الخروج خروج جماعي يعني بكرة. خروج ظهر أنه محضر كما يجب المدرب متاعه. وفنيات فردية. وفنيات فردية. مرور بالكرة. مرور ممتاز وهنالك مخالفة أخرى. والحكم يترك اللعب. مخالفة كانت لصالح المنتخب الإكوادور والحكم يترك اللعب يستمر لصالح المنتخب. لاحظوا سيريزا توا مدة فترة اللعب اللي في البرازيل ما فماش معادلة سليمة بين الدفاع والهجوم، يعني خلاو مساحات كبيرة وكبيرة جدا وما فماش تغطية على الأجنحة لما كفو أو كارلوس ألبرتو، ما فماش لاعب يغطي على المساحة الفارغة. اللاعب هذا اللي البرازيل افتقد ما عاش عندها لاعب تاع ارتكاز دفاعي كيما دونغا كيما سيريزو كيما فالكاو وكيما جينيور في بعض الأحيان في البرازيل الدريم تيم اللي كان نقولوا فيه. ولكن منذ خروج دونغا البرازيل أموروزو حاليا روبرتو كارلوس أموروز وتعود وتعود الكرة لصالح المنتخب الإكوادور. وهذا رولاندو طويلة منه تعود لصالح المنتخب البرازيلي لكن ترجع من قلب الدفاع وتماس لصالح المنتخب البرازيلي. روبرتو كارلوس سامبايو حاليا باتجاه كافو ومخالفة لصالح المنتخب البرازيلي وركمية مجددا للبرازيل عن طريق كافو. والإكوادور دائما متقدم على البرازيل بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق أليكس داريو والبهتة واضحة على الجماهير. كافو رامبيتا يوزع ومحاولة اختطاف لكن تعود إلى ريبالدو. توزيع والدفاع مجموعة سبعة مدافعين دائما الكرة صراحة المنتخب البرازيلي. محاولة التوغل لا وجود لمخالفة